أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض أجنحة الدجاج مع الرز والخضرة بطريقة كتير لذيذة وسهلة كتير إن شاء الله. انا اول شي حطيت المقلاه على الغاز، تقريبا حطيت فيها مقدار فنجان شاي من الزيت، فنجان صغير، وحمستهم شوي، قلبتهم على الاطراف من الجهتين. هلا رح اضيفلهم نص معلقه من الهال، نصف معلقه من الزنجبيل، ملعقه صغيره من بودره الثوم، نصف ملعقه من الكاري، نصف ملعقه من الفلفل الاسود، واخر شي حضيف لهم ملعقة صغيرة من البابريكا، ملح حسب الرغبة. وهلا رح تخلطهم مع بعض لمدة ربع ساعة، 15 دقيقة. هلا بعد ما حمزتهم شوي مع بعض حضيف لهم كاسة مي سخنة، هلا لأجنحة الدجاج بنحتاج قرن فلفلة، مو مشكلة اللون شو ما كان يكون بصير، أنا متوفر عندي اللون الأحمر. بحتاج لبصلة حجم شوي كبير، وأربع حبات من الثوم، وللرز خضرة بحتاج ذرة، بازيلا، وبصلة حجم وسط، وجزرتين. طبعا بالرز بالخضرة اللي متوفر عندكم فيكم تستعملوا، يعني ممكن مثلا بدل البازيلا والذرة ممكن تحطوا فلفل ألوان كمان بصير، يعني ممكن تستغنوا عن أي نوع موجود، يعني ما بيأثر على النكهة. هلا بعد ما مر عليهم حوالي 20 دقيقة هلا رح شيل الغطا عنهم وخليها تتنشف شوية من ميتها. هلا بطنجرة على الغاز رح احط فيها شوية زيت، رح احط معلقة من السمنة كمان. هلا نشفت المي معي هون فوق الدجاج، رح اضيف فوقهم البصل،
وهون السمنة حميت معنا رح حط فوقها البصل. هضيف فوقها من الفلفلة كمان. هضيف الجزر. شي رح اضيف للدجاج الثوم. زبدة. هضيف المكعب ماجي وملح حسب الرغبة. أنا هون قعدت كمية كاستين من الرز، الرز الطويل عم بستعمل. لكاستين رز طويل تقريبا حطيت لهم 3 كاسات من المي. هلا رح اتركهم يغلو، بس يغلو بغطي الطنجرة وبضعف الغاز تحتها. شكل النهائي ان شاء الله يكون نال عجبكم. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس امرا.